النهاية كونك تتنفس لابد أن تخطي. النظرة الملائكية بعض الناس يبوك زي الملك ما تخطي أبدا. يا أخي أنا بشر أضعف وأخطي. المتحدث والمستمع طبعا والذنوب تتفاوت. ها قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان نأصل هذه المسألة كل ابن آدم حتى هذا اللي ينصحك ترى يخطئ. طيب تكرار الذنب بلا اسمع معي هذا الحديث. نبى عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي فقال الله من فوق سبع سماوات أذنب عبدي ذنبا فعلم. يا الله الله يقول يعلم في قلب هذا المذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد وأذنب فقال أي رب اغفر لي. يقول الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد تكرار نفس المعصية فقال العبد أي رب اغفر لي فقال الله من فوق سبع سماوات أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم قال الله الرحيم اللي يعرف أنه إحنا نخطئ ونضعف غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. إذا كان هذا حاله مع الذنوب كل ما أذنب يعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ويشعر بالذنب غفرت له. شوفوا يا جماعة الله كيف يعرف إنسانيتنا وبشريتنا إنه إحنا ضعاف. يا جماعة بعض الناس ترى نبغاهم بصفة ملائكية. يا أخي هو ضعيف هو ضعيف لكن يعلم أنه له رب يأخذ بالذنب ويبكي. والله نعرف ناس كثير كذا يعني الذنب يأرق ويأرق لدرجة أنه يوصل أنه يتصور نفسه أنه هو منافق مرة كذا ومرة كذا. يا أخي هذا الحديث يوضح لك أنك أنت ضعيف وبشر لكن جاهد نفسك وأري الله من نفسك أنك أنت قاعد تجاهد. وكلمة ربي اغفر لي لا تتركها الشعورية بالذنب والله توبة. سأل رجل حذيفة بن اليمان قال أنا من المنافقين. فقال له حذيفة سأله قال أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت تستغفر إذا أذنبت؟ قال نعم. قال اذهب فما جعلك الله من المنافقين. المنافق ما يستغفر المنافق ما يستغفر. إذا أذنبت انتبه أن تفقد الشعورية بالذنب. ترى الله يحب المنكسرين والله الله يحب المنكسرين. تستغفر ترى هذه رحمة. إن الله يحب التوابين. خليك مع الله وسيبك من كلام الناس.